اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى، ومكملين مع حضراتكم الحمله اللي بداناها تقريبا وبقالنا اكتر من شهر بنتكلم عن استقرار الاسره هو نجاح المجتمعات المصريه والعربيه. كنا اتكلمنا في مناحي كتيره وبدانا نفتح ملفات عده، ولكن الملف الاخير كنا شايفين ان هو ملف مهم جدا، وان كان ممكن في يعني عنوانه كده تفهموا ان هو بسيط، ولكن هو جوهر القضيه لان هو اساس تكوين الشخصيه، اساس تكوين شخصيه الانسان اللي بعد كده هو اذا كنا بنتكلم عن الانسان هو محور التنميه وهو اللي هيقود العمليه التنمويه، فهو لازم يكون شخصيه صحيه وسليمه. فكنا بنتكلم عن قضيه هامه جدا وهي حسن الاختيار. اتكلمنا مع فضيله العالم الفقيه دكتور مجدي عاشور في الحلقات السابقه حلقتين اللي فاتوا عن حسن الاختيار من التنشئه. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن حسن التنشئه في ازاي احنا نخلي ونعلم اولادنا الاختيار وازاي نتابع، يعني المتابعه كان هو قال الجمله دي ان احنا نتابع ولا نراقب، يعني ما بقاش ان انت بتتدخل وبتفرض قيودك عليهم وبتفرض وتجبر، فانت بتتابع وبتنصح فتعلم الطفل من هو من الصغر ان هو ازاي يختار صح، وبعد كده بتتوالى الاختبارات والاختيارات. برحب بفضيله الدكتوره العالم الفقيه دكتور مجدي عاشور، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. وكان في سؤال مهم في اخر الحلقه المره اللي فاتت، قلنا النهارده هو هيكون محورنا فيه برضه، هنكمل قضيه حسن الاختيار والاختيار الصحيح عشان الناس برضه تتابع معانا بشكل وبدقه اكبر ان احنا ازاي تختار صح. وكان في حد بيسأل ازاي اختار الزوجة الصالحة، ازاي اختار الزوجة اللي تناسبني، ازاي اختار الزوجة اللي في يعني ان شاء الله طبعا كل شيء بأمر الله، ولكن ان اضمن يكون معاها حياة سليمة صحية وكون اسرة ناجحة، ازاي الاختيار يكون بقى في اختيار الزوجة والزوج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ده موضوع هو يعني موضوع الساعة كما يقولون، لأن خاصة مع وجود السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا وسعت الدايرة، فلما الدايرة تتسع دايرة الاختيار بتزيد والحيرة بتزداد أكتر. ليه؟ لأن في زيجات بتحصل دلوقتي، مش خطوبة بقى، ده زيجات بتحصل عن طريق الفيسبوك والواتساب والحاجات دي كلها. هو السؤال طبعا احنا احنا ما بنشجعش على كده، ولكن احنا برضو لا يعني نخفي انفسنا عن الادوات التواصل اللي موجوده الان، بس نوجهها ازاي. التوجيه القديم اللي موجود ايام الناس زمان وجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكده بالنسبه للزوج والزوجه، ان احنا اولا عاوز اقول للساده المشاهدين والاباء والامهات، الاختيار في الاساس للولد وللبنت. هم أصحاب الاختيار الأساسيين. نعم، أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، الجدة، الأخ، الأخت، أي حد، جار، صح، صاحب أو صديق، أنت استشاري. وإحنا عارفين دايما أن الرأي الاستشاري غير ملزم. إنما رأيها هي البنت أو الشاب، لا ده هي اللي هيبني على الأسرة كلها. لذلك عاوزين نعمل لها إضاءات حواليها ونبين لها كل الأركان ونزود الخبرات عندها عشان تختار صح. نعم. اهم حاجه عندي ان احنا بس مش عاوزين نحول الحاجات الجوهريه الى شكليه والشكليه الى جوهريه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الولد او البنت فتيجي تقول اصل ده شكله امور، فانا عاوز الامور ده كده. جميل، الجمال حلو، ان الله جميل ويحب الجمال، او بيتكلم بس كويس، بس ده مش كويس. المعيار الاول صحيح، لانني اعرف زيجات الزوج أمور أو الزوجة أمورة وشقوا بعد ذلك بسبب هذا الجمال. نعم. حصل شقاء. نعم. ليه؟ ما هي بقى عشان أمورة عاوزة قصاد الحاجات دي، أو هو عشان أمور شايف نفسه نفس الحكاية. وهي بتتعامل عادي، فأنت ليش شايف نفسك مثلا أحلى منها شوية، أو هي طبعا أحلى منك وكده، هنضيع الموضوع كله، هنقف جنب الحلاوة ومش الحلاوة. إيه اللي بيستمر؟ حلاوة العيشة، حلاوة الاستمرار، ولا الحلاوة الشكلية فقط؟ احنا مش معناه ان احنا مش عايزين الحلاوة الشكلية، مطلوبة، بس ما جعلهاش هي المعيار الاول والاساس. صحيح. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم بالنسبة للسيدات وبالنسبة للرجال قال ان المعيار الاول هو الاخلاق. نعم. ده المعيار الاولاني. لذلك لازم وانا بنقي بالنسبة للبنت لازم اختبر كويس قوي ونسأل ان هو عنده اخلاق ولا ما عندوش. يعني ما بيتضايق بيقوم يكسر البيت، يعني لما بيتضايق بيقول الفاظ بذيئه،
لان الناس بيشتكون دلوقتي كده، بيقول الفاظ بذيئه جدا قدام الاولاد والاولاد يتعلموا منه. بيقول كده، طيب هو عصبي زياده عن اللزوم، هو بخيل قوي. شوف بقى الاختيارات اللي هي دي المهمه. بس يبقى عفوا فضيله الدكتور، ما ممكن الاختيارات دي هي ما تقدرش يعني ما يبانش يعني في حاجات كتير مش هيبان ساعه الخطوبه طبعا. انما انا قلت ايه بيبان من، وبعدين انا عارف البنات اذكياء وامهاتهم اذكياء، فبيبان لهم عندهم سنس عالي، شعور استشعار عالي ان الشخص ده بيتنرفز على طول ولا لا، بخيل ولا لا، بيبان جدا. ودي برضو اللي يساعد في كده الام والاب. نعم. انا بقول لكل بنت اهو، وبرضو الاب والام بالنسبه للولد، بس عند البنت اكتر. فبقول احنا بقى نستكشف، لذلك قلت ايه مش بده بس. والسؤال اللي احنا قلنا، السؤال لما جه المره اللي فاتت يسال، قلت له اسال عند المكواجي واسال عند المول واسال عند البقال واسال عند شغله. وده صح، كل الحاجات دي الناس لحد دلوقتي ما زال فيها بقيه خير. لما تروح تساله بنتي هتتجوز ايه رايك، بيصدقك، بيبقى اخ او هو اب او بتاع، يصدقك القول. ونحاول نروح نسال ننوع، ما يبقاش شباب بس، لان الشباب ممكن يساعد بعضه صحيح وما عندوش خبره قوي، انما نسال شباب ونسال ناس كبار ومنهم سيدات. الولد الشاب ده ايه رايكم فيه؟ البنت دي ايه رايكم فيها؟ هتتنوع الشرائح، هتيجي النتائج اقرب للواقع. فلما نيجي نسال لازم نسال ده، يبقى عندنا ثلاث حاجات. السؤال، وبعدين انا لما يجي يخش بقى ووافقت عليه انا ابقى قاعده واخده بالي ده احنا بنبني حياه، هينفع ولا مش هينفع؟ زي الانترفيو ما بيحصل كده، مقابله ده ينفع ولا ما ينفعش؟ بنبان بقى في مواقف اثناء الخطوبه يعني، مواقف كتير بتحصل. واللي قبل كده بقى مهم التالت ده، الاستخاره. نعم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول لنا ايه؟ الاستخاره دي مهمه جدا بقى في كل حاجه. انا عاوز ثقافه الاستخاره تشتغل. ليه؟ ربنا قال، سيدنا النبي قال ايه يعني؟ علمنا الاستخارة في كل شيء. الصحابة قالوا لسيدنا النبي علمنا الاستخارة، يعني حتى بعض الناس أعرف إن رايحين يشتروا أي حاجة يستخير ربنا. هل استخارة بس؟ كنت سمعت فضيلة الدكتور إن ممكن الواحد يستخير بالدعاء مش لازم بصلاة، ولا لازم إن أنا أقيم الركعتين؟ طبعا الوارد الصلاة الركعتين، ده الوارد، دي السنة. إنما لو واحد على نياته ما بيعرفش، حتى اللي ما بيعرفش بقول له هذا من على النت الدعاء، وقوله انت بعد ما تصلي وتختم الصلاه وتسلم امسك الدعاء وقوله، عشان مش هيحفظ، مش هيحفظه يقوله في السجود مش قادر يحفظه. يقوله كده بس ايه، قول الدعاء ده وربنا هيتقبل بالنيه. واحد بقى لا بيعرف يقرا ولا يكتب هينفع معاه ايه؟ هو اللي يقول يا رب اختار لي، انا مش عارف اختار. صحيح، انا عجزت عن اختيار او كده مش عارف اختار، وانت اللي بتختار كل حاجه، اختار الحاجه الحلوه. صح، الله يفتح عليك. ان هو يصلي ركعتين ويدعي ربنا بكده بس. يعني احنا مش لا نعنت. نعم. يعني التكليف بما يطاق اللي اقدر عليه. فالاستخاره دي مهمه قوي في كل حاجه. زي ما بقول للبنات اهو، اوعى الشكل ياخدني على الاستخاره. ليه؟ صحيح. الاستخاره بتبين لي المكنون اللي جوه، فدي اللي من اهم المعايير في الاختيار، ان انا بسال ربنا بس. ده يعني انا بقى إيه؟ في بعد كده بقى مرجع. يعني انت لما حد ما تيجي تسالني وانا عندي خبره هنصحك، فما ظنكم برب العالمين؟ نعم. هيوجهك. وبعدين مش كده بس، ده انا هنصحك وهسيبك، ربنا هينصحك، يعني مش هينصحك، هيوجهك، هيدلك، ويدلك. نعم. ويبين لك بعده امارات وييسر لك الامر، ولو في مشكله هيعطلك التاني، مش هيخليه يجي. نعم. شوف بقى، يروح معطل التاني علشان في دعاء الاستخاره ان هو لو في شر يبعده عنه. صحيح. فقال كده، فاصرفني عنه واصرفني عنه، واصرفه عني، او صرفه عني واصرفني عنه. ليه؟ انا مش قادر وضعيف وشايفه ان هي حلوه وانا قلبي مايل لها، او الولد البنت مايله للولد. طب وبعدين؟ بس سلم قلبك لله عشان هو هيصرف عنك الاذى كله. نعم. يبقى ثقافه الاستخاره مهمه جدا في كل حاجه، بس في اهمها في اختيار الزوج والزوجه، دي مهمه جدا. سيدنا بقى قال ايه بقى؟ قال ان احنا اهم حاجه الاخلاق، وانا شرحتها قبل كده، اللي هو تنكح المراه لاربع زي ما احنا عارفين. في الاخر قال ايه؟ قال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، دينها اللي اخلاقها، فاصفر بذات الدين. يعني لو هي كدا. الدين اهم حاجه. الدين بمعنى ايه؟ انا مش عاوز الدين الشكلي، انا عاوز الدين الاساسي الاخلاقي. نعم. يعني عندها اخلاق. نعم. ما اخدش واحده شكلها بتصلي وشكلها زي ما بيسموه كده ملتزمه وكلام من ده، حلو ده كله مطلوب. بس انا عاوز ترجمه للصلاه في الاخلاق. صحيح. انما ايه فايده ان انت بتصلي وما بتسمعش كلامي؟ نعم. ايه فايده انت بتصلي وبتنقري معايا ونكت في البيت؟ ايه فايده انت بتصلي ومش مستحمله؟ ايه فايده ان انت بتصلي وبتنكد عليا على طول؟ صحيح. وان انت بخيل قوي، وان انت بتسمعش الكلام او مش مدخلني في المشاوره، وان انت هم لا يطبقون معايير الدين، يعني هم يعني الشكل المظهري للاسلام.
المظهر فقط ممكن يبقى حلو. ما هو المظهر في الشكل، وفي الشكل يعني شكله حلو ولا لا، والمظهر في تطبيقات الامور الدينيه الشكليه. صحيح. انا عاوز الجوهريه. نعم. اللي احنا هنتعامل بيه، احنا مش هنقعد نغمس وناكل في الشكل وفي الشكل اللي هو بيقولوا اسلامي وبتاع، احنا هنغمس وناكل في الاخلاق. صحيح طبعا، اللي هتستمر. لما رحم ربي بقى في كتير كده للاسف تلاقيهم مسلمين وبيكذبوا. اذا اردنا ان نبعد مساله الطلاق فعلينا بمزيد من الاخلاق. حلو قوي. كل الاخلاق ما تيجي تلاقي الطلاق يبعد. ليه؟ حتى لو هي صعبه او هو صعب، الاخلاق هتخليه يتحمل. صحيح. فاحنا هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الادوات لاختياره بقى. مفيش بعد كده ثلاث ادوات. احنا قلنا الاستشاره، الاستخاره، وبعد كده ان احنا ناخد بالنا بقى ايه، ان احنا نستشعر الانسان دي او الانسانه دي هتنفع معايا. وانا اسال نفسي سؤال بقى، دي تنفع تبقى زوجتي وتنسب لي وام اولادي، وهي نفسها ده ينفع يبقى زوج ليا وابو اولادي؟ لو نفع كده يبقى حلو، بس مش عاوزه تتسرع بالعاطفه. يعني بقول ايه، قليل من العقل مع العاطفه لتنجح الحياه. لان العاطفه قد لا تنجح الحياه. فقالوا اذا كثرت العاطفه فقليل من العقل بعد ذلك يذهب بتلك العاطفه. فبعد ما حكت حلو وردي عشان خاطر بحبه وبيحبني، جه بعد كده لقيت ليه خرجنا العقل خالص. لان احنا مش في عالم هلامي، احنا على الارض. صحيح. في اسباب ومسببات. في حياه، في لازم يشتغل، في لازم كذا وهكذا. خاصه بقول لبناتنا واولادنا اللي هم على وش زواج في الجامعه وبعد الجامعه والحاجات دي كلها، وخاصه بعد الجامعه، يعني بنقول لهم يعني دققوا في هذا الامر، والام والاب شغلتهم يساعدوه في هذا الامر في حسن اختيار، بس ما نبقاش متسلطين، ما يبقاش مزاجي. حتى لو يعني عفوا في النقطه دي، حتى لو انا مثلا دلوقتي في ناس بيقول لك انا شايف اختيار ابني زي اللي اتصلت وقالت الحلقه اللي فاتت، ان هي شايفه ان البنت اللي اختارها دي غير مناسبه تماما، هي ممكن بخبرتها غير مناسبه بالنسبه لمعاييرها هي، لا وممكن تكون بخبره حد او عنده مثلا شايف حاجات تقول له. هو الولد مش فاهم، او العكس، او البنت تبقى متعلقه زي ما حضرتك قلت. صحيح. بشاب وسيم بيتكلم حلو، كلامه معسول، ولكن هي شايفه الام او الاب شايفين اسباب تانية كتيره تمنعهم ان هم يوافقوا عليه. ازاي بقى يكون التدخل؟ التدخل هنا ان الام، انا بس عاوز من كل ام واب، لان احنا عندنا حصل تغير في الجيل، تغير كبير. فبقول للجيل السابق، الجيل اللي موجود دلوقتي مختلف عنكم، فبلاش بمعايير الجيل القديم كلها. لا، انا عاوز المعايير الجيل القديم في الاخلاق بس. تمام. انما في ناحيه الشكل وفي ناحيه بتاع، نسيب الجيل الجديد يختار حاجات لان هو اللي هيعيش وهيستمر. انما في الاخلاق، الاخلاق دائمه في كل العصور. صحيح. لا يختلف عليها اثنان. فانا بقول تصرفاته بقى، الحكمة دي ينفع مع بنتي هيتعبها، او البنت دي هتنفع مع ابنها هتتعبه. الاب والام هنا يتدخلوا بس بطريقة حسابية، مش بطريقة بدون دليل، لانها مش هترضى البنت او الولد. صحيح. ويتمردوا، فانت تقول له بص العملية حسابية، احنا هنقول كده يونت 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 وحدات كده، ففي شيء للجمال وفي شيء للاخلاق وفي شيء للتدين اللي هو بتصلي ويصلي ده مهم جدا الاخر، وفي شيء ان هو للبخل وعدم البخل، وفي شيء ان هو للكلام بيعرف يتكلم ولا ما بيعرفش يتكلم. شوف انا هحط ايه عناصر، وندي كل واحد كام درجه، ده هياخد كام درجه، ونشوف كام هيكسب قد ايه، واللي انا بحتاج له ايه اكتر. في واحده بتحتاج للكلام اكتر من الزوج، وتقول لك حتى لو ايه بخيل شويه مش قوي يعني، بس ايه الكلام يغطي. في واحده تقول لك لا انا اعمل ايه بكلامه، هاكله، انا عاوز ايه يكون يصرف على البيت ويعيشنا كويس. في واحده تقول انا بس عاوز بشوش بيحب متعاون. شوف كل ده حضرتك يعني المعايير، المعايير ثابته، ولكن تتنوع نسبتها بالحاله النسبيه لكل بنت من شخص او لكل الأخر اختيار شخص اخرى او البنت او الولد. نقاط كده زي المعادله الرياضيه. كل عنصر اللي انا قلته لهم هياخد كام، نحطه من 10 شوف هياخد كام، وشوف هيطلع كام. نقول له يا بنتي او يا ابني شوف احنا عملنا كذا كذا وبمعياريه. صحيح. لذلك بقول ايه، البنت اللي داخله عليكم مش غريبه، دي هتبقى مرات ابنكم، اوعوا تطفشوها من قبل ما تيجي، من بعد ما تيجي هتعمل ايه. صحيح. فاشتغلوا معاها بمعياريه كانها بنتكم وراح تتجوز،
نفس الحكايه الولد لو دخل عليكم اعملوا كده. لو اشتغلنا بالطريقه دي لو قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بس يعني ما خدش بالنا، حب لاخيك ما تحب لنفسك. لو انا في المكان ده هختار كده ولا هعمل ايه؟ هنصحه نصيحه خالصه بالمعايير اللي احنا بنقولها. فلو المعايير جت كتير حضرتك في الجانب الايجابي خلاص نتوكل على الله ومفيش حد كامل. انا بس عاوز اقول للبيوتات كلها مفيش حد كامل. صحيح. والبيوت يا ممدريه. وانت تشوف البيت حلو من بره بس في مشكلات جوه. المشكلات قد تتفاوت، نفسيه، مشكله ماديه، مشكله مرضيه، حاجات كتير، نكديه، هو مش عارف ايه، بس في مشكله بسيطه. بس برضه في بيوت النجاح في ايه؟ النجاح في تجاوز المشكله. مش عدم وجود المشكله، لان هيحصل مشكله تحصل مشكله، بس ايه؟ التخفيف من المشكله واثرها بين الاثنين. ده يجي من ايه بقى؟ التخفيف من المشكله، الاستمرار من التعاون بين الزوج والزوجه. ده ينفع شخص متعاون ولا ما ينفعش شخص متعاون؟ ودي تنفع متعاونه؟ لو لقينا نقطه التعاون دي بتبقى نقطه نجاح باهره وجميله جدا، لان اول الطريق وتعاونوا على البر والتقوى. طب نكون تعاونكم على البر والتقوى مع كل الناس، ما بالي زوجتي او زوجي. يبقى دول اكتر ناس لازم التعاون. حياه زوجيه بدون تعاون حياه بائسه. وخاصه بتظلم المراه اكثر في هذا الزمان. الله يفتح عليك، لسه كنت اقول لك دايما بيبقى المراه هي المظلومه في طبعًا. في الجانب ده. طبعا وبتكمل، بس مش عاوزين تظلم، لان الوقت بس يعني المراه دلوقتي زي زمان برضه بتتحمل وهي مضطره، يعني بتبقى برضو مش حابه العيشه ومكتئبه وحزينه وحاسه ان حاجه فاشله وتجربه غير ناجحه. والاولاد بيشوفوا كده يقولوا مش عايزين نتجوز وهكذا. نفس الحكايه. الاولاد لما يشوفوا التجربه كده ابوهم وامهم يقولوا مش عايزين جواز. صحيح. والبنت بالذات وكتير كده دلوقتي والبنت بالذات مش هتجوز، وبعدين سنها يكبر، وبعدين نزل عشانها، وبعدين طب انتوا بتعملوا كل ده ليه؟ في ايديكم الحل من الاول. صحيح. اظهروا احسن ما فيكم من اجل ابنائكم. الله يفتح عليك يا دكتور. معانا محمود، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا استفسار بسيط معلش. اتفضل. في واحد مولود معاق ذهنيا. يعني هو مولود معاق ذهنيا. ومامته يعني راحت لكذا بنت ان هي تتقدم لها وكده يعني. بس هو مدرك، يعني انت تقول له اعمل كذا يعمله. روح كذا يروح. يعني هو مدرك. بيركب مثلا عجله بيمشي بيها، روح اشتري كذا، بس انت لازم أن تقول له. هل ده من حقه ان هو يتجوز او لا؟ او مثلا بنتي او كده او اي بنت حد يوافق عليه او هو يتجوز او الكلام ده كله ولا ايه؟ هو بس اسالك سؤال يا محمود، هو يعني هل الام او الاب عرضوه على دكتور المتابع معاه؟ أيوة. وقالوا ان هو يصلح يعني يصلح ان هو يتزوج، يعني برضه دكتور بيبقى ليه استشاره الحقيقيه في الموضوع ده. لا هو ما عرضوش على دكتور، بس هو معاق ذهنيا، بس هو مدرك، هو مدرك هو بيعمل ايه، بس هو كذهني يعني مدرك في ايه؟ ان انت تقول له مثلا روح المكان ده يروح، اشتري كذا يشتري، ادي الحاجه دي. ايوه هم كتير يعني بيبقى حالتهم كويسه وبيتطوروا. ربنا يبارك فيك، اشكرك. حاضر هيرد عليك الدكتور. ام مريم اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. ايوه حضرتك، انا عايزه اسال سؤال وحاجه ثانيه. عايزه سياده الشيخ يعني يوجه نصيحه للمقبل على الجواز، سواء شباب او كبار، ان هم ما يبصوش على الشكل الخارجي يعني الجوهر. لان دلوقتي كله بيبص على الشكل والشياكه وبعدين مش بيبصوا على الجوهر. يعني الجوهر اهم حاجه عشان البيوت تستقر يعني وكده. تمام. سؤالك السؤال بقى حضرتك، في آية في القرآن بما معناها ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها يعني إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. نعم. فهل الـ يعني ممكن واحدة تكون يعني مبسوطة تتجوز واحد فقير عادي وكده وربنا هيغنيه، ولا تتجوز واحد في مستواها، ولا إيه بالظبط؟ سؤال كويس، أشكرك يا أم مريم. طب ناخد عبد الرحمن بالمرة. عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايز اسال، لو انا مثلا اخترت شريكه حياتي بس بطريقه غير رسميه دلوقتي لحد ما يبقى في طريقه رسميه، هل ده حرام ولا حلال؟ لو كان في الحدود الادبي. يعني انت ترتبط مثلا، هتقول لها ان انت يعني ناوي ان شاء الله تتزوجها، بس مش هتاخد الخطوه الرسميه بالخطوبه والزواج، صح؟ بالظبط. طيب حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب، اشكرك. نجاوب دول الاول. بالنسبه للاعاقه الذهنيه، احنا عندنا الاعاقه الذهنيه درجات. نعم.
لذلك اللي قلتيه حضرتك ان احنا نسال الطبيب عن ناحيته، الناحيه الجسديه صحيح يصلح للزواج ولا ما يصلحش، ناحيه ويعي ان هو يتحمل برضه بيت وتحمل هيقدر يتحمل بعض المسؤوليه ده هيقوله الطبيب وده يقوله بامه وده هيبان منه صحيح. انما لا نمنعهم من الزواج. نعم. يعني مثلا لو ايه بيشتغل شغل بسيط والده هيساعده او عنده ميراث وعنده قدره جسديه عشان حق الزوجه وكده ممكن. وهنشوف بقى حد، هل حد هياخده بمثل هذه الظروف او صحيح. مختلف صحيح. هو برضه ينقي اللي ينفع معاه واللي تتحمله يعني تعينه نفس الشيء. بقى على الحياه ده مهم جدا. وفي على فكره في بنات بتتجوز زي كده وتقول مش شفقه لا 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 شايفاه ان هو وعلى فكره انا قلت اهو المعاق زينين هيبقى نابه في حته ثانيه. البنت بتلتفت للحته الثانيه الحلوه دي وتقول لك ده في حته مميزه مش عند الناس اللي هم الاصحاء، يبقى انا هاخده عشان الحته دي. يبقى هنا يجوز ان يتزوج اذا الطبيب قال من الناحيه الجسديه كويس، ومن الناحيه العقليه والذهنيه برضو الطبيب النفساني يقول ده درجه يعني الناحيه العقليه عنده درجه كويسه وخلاص، طالما انه يستطيع الجواز يتجوز ما فيهاش اي حاجه. نعم. لان هو عفوا يعني عايز اقول برضو حاجه، في بعض الاعمال الدراميه اعمال يعني اللي بيجيبوها في الدراما ان ممكن يكون حد معاق ذهنيا او عنده مرض من الامراض ربنا يشفي الجميع يا رب، بس هم بيصوروها بشكل تاني ان الاهل عايزين يزوجوا الولد ده فالبنت اللي تتزوجه بتتظلم، وبيعينوها بصوره برضو تخلي اي بنت تخاف، في حين ان الواقع مش كده. يعني هم بيبينوا برضو ان احنا بيجوزوا ابنهم علشان بقى يبان الشكل العام ان هو كويس او الولد ده غني او والبنت اللي بتتزوجه بيبان بقى ان حياتها بائسه، ولكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان في منهم بيتزوج وبيبقى كويس ومتكلم العاطفة عنده عالية جدا كويس بيغطي جانب عندها عالي هي محتاجاه، ممكن الانسان السليم ما بيديهاش العاطفة دي وهي طبيعتها وكينتها بتحب العاطفة والكلام اللي زي ده، هو بيوجد هذا ربنا بيكمل. نعم. مفيش حد احسن من حد في هذا الكون. نعم. ربنا بيكمل كل واحد واخد كام يونت في الاخر ان هي تقريبا درجه واحده. نعم. وهكذا زي ما قلنا. عليك. السؤال الثاني ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فاحنا هنا بنقول ده يعني وان اخذناه على الزواج بس اللي عاوز يقين، انما احنا بالاول بالاساس بنقول يبقى ايه الجانب الكفاءه الماديه تكون قريبه مش بعيده كتير خاصه من الزوج، يعني ممكن الزوجه تبقى قال انما الزوج يبقى ايه يبقى عشان هو لا ينفق انما الزوج ما فيش خالص وهي عاليه خالص بنقول دي بنخاف منها. انما لو الاخلاق دخلت الاخلاق تجعل كل شيء متساويا. فهتخلي الفقير يبقى زي الغني لان هتعامله باحترام او هيعاملها باحترام، فاذا دخلت الاخلاق ما عاد في الحياه الزوجيه نفاق. ما فيش ايه ده انا قدامه كذا ومن وراه متضايق ان انا متجوزاه او العكس لا. فعشان كده ان يكونوا فقراء يغنيهم الله ده صحيح. ليه؟ لان ربنا قال ان هو ثلاثه حق على الله ان يعينهم، منهم الناكح الذي يريد ان ينكح يعني اللي عاوز يتجوز ده ربنا بيعينه بيعينه. ليه؟ لانك بتضم فم الى فم رزق الى رزق. نعم يا اخوانا احنا مش بنضم عبء الى عبء. نعم. احنا بنضم رزق الى رزق، يعني ربنا هيجعل لك انت سبب لرزقك وممكن سبب للرزق الست بتاعتك او العكس. فربنا يزود مرتبها وهكذا وتبقى انتوا الاثنين كويسين مع بعض. فاحنا بنقول صحيح بس يكون في يقين من جوه. لو في يقين وهو فقير، بس انا بقول ايه الفقر اللي هتحمله اشوف ايه النسب التانية الحلوه اللي عنده في الوقت ده انا هتحمل واقعد معاه، ومفيش حد بيفضل فقير ويفضل على حاله، هيقول يترقى بعد كده ويزيد وهكذا. ربنا يفتح عليك يا رب. احنا معانا ايه دقيقه عشان السؤال الثالث. السؤال الثاني نقدر نجاوب السؤال الاخير. طيب في دقيقه فضلت الدكتور. السؤال الثالث كان بيسال، هو بيسال هل ممكن بيقول يرتبط يعني بواحده وهو ممكن لسه يعني مش قادر دلوقتي يرتبط بشكل رسمي. احنا عاوزين عشان نحل المساله يعني انا بقول برضو للاباء والامهات ان هو الولد انا بقول له في الاول احنا عاوزين من الباب مش من الشباك. ومش مع ان نفضل نروح ونيجي معاها ونعمل ابدا. ليه؟ لان احنا لازم بالطريقه الصحيحه. نعم. اروح طالما شفتها وعجبتني وهو عجبها طب اروح على طول اخطبها وربط كلام
خلاص ربط كلامه خلاص. انما هفضل، لان برضو التجربه بيبين لنا ان في واحد بيفضل كده ونيته سليمه، بس بتيجي الظروف بعد كده مش معاه ضده، فيعمل ايه؟ هيسيبها بعد ما عمال مش عارف راح معاه فين وجاي معاه منين. لا، يبقى احنا طريقه شرعيه صحيحه، دي مش شرعيه بس، دي عقليه وانسانيه وادبيه وانسانيه. ان هو لا، انما يروح يعرفوا بعض ويتعاملوا مع بعض في الكلام في غيره وبتاع، وبعدين نتخطب. ده بنخاف على البنت بالذات، بالذات في هذا العصر. نعم. عصر السوشيال ميديا. فبنقوله لا، ادخل من الباب على طول واخطبها مباشره، وما جعلت الخطوبه الا لذلك. ربنا يفتح عليك يا رب. انا بشكر فضيله العالم الفقيه دكتور مجدي عاشور، ونطلع نشوف تقرير صغير عن مؤسسه نبض الحياه وانشطتها في سقيا الماء، ونرجع تاني.